الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي الغاليين. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض كيفية تركيب مراهد أو قاعدة فرنجي معانا. أول حاجة طبعا بنجهز المخارج بتاعة المية بتاعتنا زي ما احنا شايفين. صاحب المنزل طبعا طالب شطاف مع الشطاف الداخلي بتاع اللي هو النزل اللي بيبقى داخل القاعدة. في شطاف ان شاء الله اوتوماتيك هيركب، وطبعا في محبس بنزدوج اللي هو 3 في 1، ده هيحتاج بس مخرج واحد من الحائط معانا. طبعا كنت عامل تجهيزين بحيث انني ممكن القعدة على حسب برضو انت اي حد بيشتغل بالنسبة لحبايب المبتدئين ان هو المفروض يعمل مخرجين بحيث ممكن ما يجيش المحبس اللي هو بيجي مع الشامل مع القعدة، ففي الحالة دي بيحتاج مخرج للخزان ومخرج للنزل معانا للشطاف. فاحنا بنحاول نخلي المخرج الخارجي ده هو اللي يكون على الشطاف الاوتوماتيك او المحبس اللي هو خارجي ده هو، عشان يكون سهل في الاستخدام. والتغذية طبعا معانا بتاع القعدة ده بيكون اللي هو معانا في الاسفل، والمخرج التاني ده احنا ان شاء الله طببناه هو. بنحاول نشيل الكسوة اللي هي موجودة أو المشمع اللي موجود على المراحل معانا. طبعا بيبقى جاي فيه الوصلات بتاعته على اختلاف أنواع العادات، ممكن تيجي الوصلات دي 3 أتمان، وساعات ممكن تيجي نص بوصة زي الوصل العادية اللي موجودة. طبعا الخزان بيكون جاي برضو متقفل فيه المكنة بتاعة القعدة. اي مراحل بتتباع او قاعده بتتباع يا جماعه بيكون المكنه موجوده معاها والقاعده بتاعتها او اللوحه بتاعتها، دول اللي بيكونوا جايين والمحبس دول مع بيبقوا موجودين مع القاعده اللي هي ايه القاعدات اللي هي العاليه يعني. في حاجات بتبقى عاديه ما بيجيش معاها الكلام ده، بيطلع معاها المكنه فقط لا غير. اول حاجه بنعملها ان احنا بنحاول نفك كل القطع اللي راكبه دي لانها ما بتبقاش متجمعه يا جماعه، يعني لو اشتغلنا على كده هيحصل فيه تسريب، وهي بتبقى متشبطه بس كده بس مش مربوطه جامد. طبعا دي المسامير بالورد بتاعتها بيكون جاي معاها 4 صواميل، 2 بيتقفلوا على الخزان هنشوف مع بعض دلوقتي، والاتنين التانيين بيكونوا معانا من الاسفل. طبعا بنحاول نلف بس على المسمار جزء بسيط من التفلن او من الشعر معانا لو متوفر، بحيث لو الجوانات معايا مش محكومة جامد ما يحصلش عندي تسريب من مياه من على المسمار. دي معانا هي المكنة دي اللي جاية مع القاعدة. طبعا بيبقى الكاوتشة بتاعتها جاية لوحدها بره، هي بنور الكاوتشة الخارجية دي بتكون ما بين الخزان، والكاوتش الداخلية بتكون راكبة على المكن. نحاول يا جماعة، ناس كتير بتبعت لي على حكاية الدراع ده أو العوامة معانا، لازم نسيب شوية في الدراع اللي هو فيه القطع الزرقاء دي حوالي 5 سنتي عشان خاطر ما يتملاش مية على الآخر، وبعد كده ينزل له مية من عن طريق المكنة على حسب نوعها يعني. يعني ما نهواش على الاخر، لان العوامة الزرقاء دي هي اللي بتتحكم في المية، يعني هي اللي بتزود المية في الخزان وهي اللي بتقلل المية على حسب ما احنا عايزين. في بعض المتابعين بيقول لك انا لازم افضل متكي على الزرار عشان المية تنزل. طبعا في الحالة دي بيكون الدراع مقصر معانا، الدراع اللي هو بيبقى فيه دراع في المكنة هنشوفه دلوقتي، في بيبقى في النوفا بيكون ثابت داخل المكنه، وفي القاعده اللي احنا ان شاء الله بنجمعها دي بيكون معانا الدراع في الزرار ذات نفسه او في التاتش ذات نفسه. في الحاله دي لازم نرفعه شويه عشان مجرد ما نضغط بس ضغطه واحده خلاص يفتح معانا الميه على الاخر، يعني المكنه تفتح معانا على الاخر، لان ما بيكون مقصر ما بيكونش طايل فلازم تفضل ضغط عليه. ولو مفتوح الدراع ده هون او مرفوع زيادة عن اللزوم في الحالة دي مع حمل الغطا الزرار بيفضل ضغط عليه فيحصل عندي عملية تسريب متواصلة،
لان انت محمل على المكنه من الداخل، فالكاوتشه ما بتكونش قافله معانا كويس، الكاوتشه اللي هي في المكنه. طبعا تقفيلها سهل خالص، ناس بيقول لك انت السيليكون بلاش سيليكون خالص يا جماعه في التقفيل. لو والله لو قفلتوها نفس الشغل بالظبط ان شاء الله مش هيحصل فيها تسريب خالص. نحاول بس ان نضغط على المكنه من الداخل بايدينا جامد اثناء الرباط، وما نربطهاش بعد، يعني شايفين انا بربط الصمراوان بايدي، اضغط عليها جامد، بس لازم اضغط من الداخل عشان الكاوتشه بيكون السمك بتاعها تخين، فكل ما بضغط بتنكمش معانا او بتزنق معانا ايه في الرباط جامد. نحاول برضو في المكنه في العوامه لازم برضو يكون لها اتجاه عشان ما تعلقش معانا، لان لو راكبه مع طول الصندوق كده هو الاسانسير ده هو هيلمس الجسم بتاع الخزان معانا، وفي الحاله دي ممكن تعلق معانا. يعني اجي اشد السيفون ما تطلعش، بعد كده المفروض انها تطلع مع الميه، في الحاله دي هتفضل تسرب على طول. لازم تكون بنفس الشكل ده هو وهذا عكس اتجاه المكنه، ده الدراع اللي انا بتكلم عليه. طبعا الدراع ده هو بيجي طويل، لو هو طبعا بعد ما بنركبه كده ما بنربطش الصامولة، في صامولة زنق كده، نحاول ان احنا نختبره الاول على الخزان ونشوف المسافة معانا عاملة ايه. لازم يكون عندي في حوالي نص سنتي ما بين او سنتي ما بين الدراع وما بين العوام او ما بين المكنة من الداخل، عشان خاطر ما اتحملش عليها وفي نفس الوقت ما نقصرش المسافة. فاحنا نشيل منه وكلات الدراع ده بيكون في سن ممكن نقطعه عادي بصفيحة منشار على المقاس اللي احنا محتاجينه، ولو اتقطع بزيادة شوية مش هيزعل، انت كده كده بيخش الدراع ده هو داخل زرار الضغط ده بيخش مسافة كبيرة جواه، يعني مفيش مشكلة. بعد ما بندخلها عادي بنربط الصامولة اللي مع الدراع الحلزوني دون عشان تزنق معانا وما يحصلش فيه بوش بعد كده. بعد كده بنحط وردة والصامولة اللي هي الكبيرة اللي بتكون بلاستيك مع المكنة، طبعا الصامولة اللي بتتقفل مع الخزان اللي هي الصامولة الصغيرة، بحيث ان هي بتكون جايه قصاد الفتحه اللي معدي منها المسمار، فما بتعمليش حاجز ما بين الاثنين. الحاجه الثانيه ان لازم اربط كويس لما الخزان يوصل معايا الجسم الاعلى عشان ما تعملش السوسته بعد كده ويحصل تسريب. طبعا لو عندي اي زيادات في الماسوره بتبقى معموله بزياده على بعد البلاط، بنشيل الزياده اللي موجوده، لان دي طبعا لو عندي مسافة عالية واطية لو مظبوطة قصاد القاعدة ممكن ما نطحهاش مفيش مشكلة، لكن لو واطية شوية أو عالية شوية بتيجي تركب السوستة أو المانيجا النوبة اللي احنا شايفينها دي هترد معانا، فالقاعدة مش هتخدم معانا على الحيطة كويس، أو الخزان يعني مش هيوصل معانا للحيط. طبعا هي بنفس المستوى الحمد لله، لما بنبقى واخدين شغلنا في التأسيس مظبوط او الشير بتاعنا الشغل بيطلع معانا كويس. طبعا هي لو عالية هتصرف كل حاجة، لكن هيبقى عند المية اللي داخل القاعدة هتكون عالية باستمرار وهيكون السحب بتاعها ضعيف، فاحنا نحاول نخليها بنفس المستوى او تكون واطية معانا لغاية 5 سنتي، يعني الصرف اللي في الحيطة ده لو واطي عن المخرج بتاع القاعدة اللي هو في المنيجة ده، لو واطي لغاية 3 4 سنتي 5 سنتي مفيش مشكلة. طبعا احنا لازم نجمعها وندخل المانيجة في القاعدة عشان نظبط المسافة بتاعتنا، عشان هنعمل ان شاء الله المكان المسامير بتاعتنا. طبعا لازم نقيس بعد ما بنعلم بالشكل ده، هو لازم نقيس كويس المسافة عشان المسامير بتاعتي او القاعدة ما ترحلش مني على جنب. مش شرط ان انا بثبت القاعدة وخلاص، لازم المحها يكون الصرف اللي في الحيطة ده جاي في منتصف القاعدة بالظبط عشان المانيجة ما تتعصرش معايا، لان لو خدناها شمال او يمين هتكون المانيجة مش طالعة في الاتجاه بتاعها العدل. طبعا مسامير كلها معروفة 10، مسمار 10 وبنط 10. طبعا المسمار ده هو ما بيجيش بموجود لوحده، نحاول برضو بعد ما نثبت معانا الفيشر ان احنا نضيف بس شوية اسمنت، لسبب ان انا لو عندي الزئية اللي حوالين القاعدة بعد ما هنشطب ان شاء الله هنزق الفاصل بتاع القاعدة، لو الزئية دي في يوم من الايام مثلا ترشعت او حصل فيها تشريخ، فالجزء ده هو يعني ممكن يكون في ميول،
فالميه تخش لي منه وتعمل لي تسريبات على الجار اللي في الاسفل. طبعا ده دور ارضي، بس احنا الصح برضو ان احنا نقفل بالاسمنت برضو حوالين الفواصل بتاعتنا دي اللي هي بتاع المسامير. طبعا لو هتلاحظوا انا خدت علام حوالين الداير بتاع القاعدة قبل ما اعلم الفتحة بتاعة المسمار، بحيث برضو لما اجي اخش تاني يبقى انا عندي فيه علام اقدر اسنتر نفسي عليه، بحيث احط المسمار يجي في مكانه على طول، ما يحتاجش ان انا اقعد ادور عليه واجيبه شمال ويمين. انا ممكن تعلم المسمار يطلع معاك مظبوط لكن يكون مرحل شمال او يمين، فهتتعب في التركيب يعني. علام بسيط بيسهل علينا في الشغل يعني. الحاجة التانية بتكلم عليها برضو ان اهم حاجة الكليبس البلاستيك اللي مع المسمار ده، هو عشان لما نيجي نربط الصامولة ما تزنقش على القاعدة او الصين بتاع القاعدة فيطرشق معانا، يبقى جاي جوان او كليبس بلاستيك بنركبه الاول. طبعا الغطا برضو جاي معاه نفس القاعدة في كادو، دي المسمارين بتوع البلاستيك طبعا بيكون افضل من المسامير اللي هي المعدن اللي موجودة، يحصل فيها صدى بعد كده. تركيبه سهل خالص، احنا بنلاقي فيه مجرى في الغطا كده، بنحاول ان احنا بنعشاه في المجرى دي، ولو المخارج بتاعتنا ان احنا ممكن نجيب الغطا ده. طبعا كل غطا كل قاعدة لها نوع معين. اهم حاجه برضو الكليبسات البلاستيك دي عشان تبقى حمايه، دي تبقى عامله زي الكاوتش كده، بحيث ان انا لو الغطا اترزع او نزل على القاعده ما يحصلش فيه كسر ولا كده. قبل ما نجمع برضو نحاول نمشي ايدينا حوالين الداير عشان ممكن يرحل معانا واحنا بنجمع، وفي الحاله دي ممكن ينكسر معانا لو الغطا ده مش مظبوط مكانه وجي مثلا حد قاعد عليه، ممكن ان هو ينكسر معانا، فلازم يتظبط كويس. طبعا التغذية بتاعتنا هتكون على المحبس اللي هو في الأسفل، لأن المحبس اللي في الحيطة ده مش هيبقى عليه استخدام، التحكم كله في المحبس اللي هو الصيني اللي هو جاي مع القعدة ده اللي بيتحكم في قفل النزل وفتحه. طبعا الوصل دي لو حصل فيها مشكلة أو الوصل دي باظت، بنحاول برضه ان احنا يعني متوفرة ان هي بتكون التلات اتمان دي موجودة، ولو مش متوفرة مثلا في المكان اللي احنا شغالين فيه وحبينا نغيرها ممكن نجيب وصلة عادي نص بوصة ونركب لها بوش تلات اتمان في نص يركب على الوصلة برضه، ان ساعات بكون معظم المخارج بتاع العوامة بتكون تلات اتمان. طبعا بعد ما بنشطب على طول لازم برضو نختبر المايه يا جماعه، نملى الخزان ونضغط الشغل بتاعنا ونجرب المايه. طبعا لو انا عندي مفيش اي تسريبات قبل ما اقفل الاسمنت مفيش اي مشكله خالص، انا عندي كده كده المانيجه بيكون فيها الجوانات بتاعتها من الداخل ومن الخارج، ده شطاف اوتوماتيك ان شاء الله بنجمعه برضو مع بعض. طبعا الميزه الحلوه ان المقبض بتاعه متحرك، يعني بحيث ان انا لما اجي الفه الوصله بتاعته ما تتعصرش معايا، بتكون الوصله ثابته والمقبض متحرك عادي. الحاجه التانيه برضه لما اجي اركب شطاف زي كده لازم يكون اتجاه المحبس عندي للاسفل، عشان خاطر لو انا عملت فوق دايما بيكون في كسره في الوصله بتاعته او في الخرطوم، في الحاله دي هيتقطع معانا او هيتنى معانا بعد كده، لان انا مش محتاج ان انا اركبه في ارتفاع عالي. اهم حاجة ان هو الخرطوم ما يوصلش بس معايا الارض وخلاص، وهو مفروض من تحت ما يوصلش معايا البلاط بتاع الارضية معانا. بنجربه برضو، وبعد كده ان شاء الله هنقفل بقى الاسمنت على الفاصل بتاع القاعدة من الخارج. لو حبينا نشتغل برضو بسيليكون يا جماعة، الناس بتقول لك السيليكون افضل، على فكرة انا بحب اشتغل بالاسمنت، هو امتن وما بيتحملش يعني ما بيلمش اتربة زي السيليكون معانا، بيكون عزمه اجمد. يا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.